مرحبا، اسمي أندرياس كرال. شرف عظيم أن أكون الرئيس التنفيذي لشركة ميرولكس. كرئيس تنفيذي أنا أسعى جاهدا لتوسيع الشركة ودعم جهودنا المتواصلة لتعزيز قيمتها. شهدت صناعة المال تغيرات سريعة في بيئة الأعمال التجارية بشكل رئيسي بوجود الرقمنة وكذلك تعزيز قواعد السوق العالمية. من أجل ضمان النمو المستدام في هذه البيئة، في عام 2017 اتخذنا مبادرات لإعادة هيكلة منصتنا، وبفضلها في عام 2020 أسسنا ميرولكس. نحن نعمل على تحويل أعمالنا وتحقيق أهدافنا بسرعة. إن رضا العملاء بالنسبة لنا هو لب الموضوع. على المدى المتوسط والطويل، أعتقد أن مبادرات الأسهم الخاصة ستكون مهمة للغاية من ناحية تطوير علامة ميرولكس ومساعدة عملائنا لتحقيق أهدافهم وتلبية احتياجاتهم المالية. مسترشدين بقواعد عملنا الخاصة، سنواصل أيضاً التمسك بقيمنا الراسخة المتمثلة في قيادة المشاريع والعمل الجماعي والنزاهة. نحن نسعى لنكون مجموعة الخدمات المالية التي يحتاجها المجتمع وتحظى بثقته. نتطلع إلى تحقيق الثقة ومزيد من التعاون معكم.